بس ليا توصيه عايز اقولها للناس اللي عندهم اسكان زي بشاير كده والاسمرات واهالينا وكده. المحافظين اللي عندهم الاراضي دي المساكن دي يا دكتور مصطفى، انتوا بتاخدوا رقم من السكان عشان الصيانه وعشان كده، وانا بقول لكم عشان ما حدش يعني يبقى، وبسمى حتى مواطنينا اللي موجودين في الـ في الـ في السكن ده، السكن اللي موجود ده قيمته لو ايجار قد الرقم ده 5 6 مرات. انا بقول كلام لا صحيح يعني. انا عايز اقول لكم انا بقول كده ليه، انتوا المحافظه اللي في نطاقها مساكن بالطريقه دي من فضلكم دكتور مصطفى لازم نعمل صندوق لصيانه هذه المباني، والمباني الفلوس دي ما حدش يقرب لها يعني ليها مصارف محدده يعني. فهي عشان ايه النهارده العماره شكلها كده وكويسه، طب بعد شهرين ثلاثه اربعه الاسانسير اللي فيها احتاج حاجه، الناس اللي فيها يمكن مش هيقعدوا بقى يلموا من بعضهم، ما احنا بنعمل ايه؟ مفيش كلام من ده. وبالتالي لازم يكون للمناطق ديت، انا باكد الكلام اللي قلته قبل كده في افتتاح اول مرحله، لازم يكون ليها قياده تسيطر عليها وتدير شؤونها، والكلام ده بالتنسيق مع المحافظه والمنظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهليه. لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للناس دي ونسيبهم، لا، وزاره الثقافه، وزاره الشباب، وزاره التضامن، المحافظه، وزاره الداخليه، القوات المسلحه، الجمعيات الاهليه، من فضلكم احنا عملنا خطوه، لكن في خطوات تانية. خطوات تانية ايه؟ ان احنا نساهم في تطوير هذه يعني المجتمعات.